وبنرجع نستكمل حلقتنا معاكم، وبنفكركم برقم التليفون 257-56-810 257-56-810، ومن أي محمول 1480. وبنستكمل حلقتنا معاكم والفقرة الثانية مع دكتورة سمر محمود عباس أخصائي السمنة والتغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتورة سمر، مش أول مرة نبقى مع بعض قبل كده، ودايما حضرتك دايما غالبا بعمل معاكي الحلقات قبل العيد. اه في الاعياد السعيده. كل سنه وعليك طيبه. صحه وسلامه. مقاساتنا يعني هي مقاساتنا العيد، قال يعني احنا بقى مش في ايام العيد ما بناكلش، بناكل برضه، بس ايه العيد شويه نوعيه الاكل والتجمع ونوع الاكل، فته ومعاها عيش ومعاها لحمه ورقاق والى اخره، كل الحاجات دي بتتخن قوي يا دكتوره، وبتعمل تلبك معوي كمان. نعمل ايه؟ نمسك نفسنا ازاي؟ وحضرتك تكلمي في اي موضوع تاني غير انك كل يبتدي بسلطه ومعلقتين على قدك وكده، ومن ده ما بيحصلش. اتفضلي يا دكتوره. طيب، هي كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. احنا بس هنبص للعيد السنة دي من منظور مختلف. يعني الانترفيو اللي كان قبلي مع الدكتورة نيهال كان حلو، هيك انتبهتي لفكرة انجلينا جولي، وكنت بتقولي ان هي عندها نوع من الوعي والثقافة، وده عندهم فكر بقى المجتمع هناك بيفكر بالطريقة دي، ان انا ازاي ابريفنت وامنع الحاجة قبلها. فاحنا ده دورنا، يعني لايف كلينيك والبرامج اللي زي كده دورها نشر الوعي وان احنا نعلم الناس. مهم ان انا افكر في العيد السنة دي على كذا حاجة. اول حاجه العيد، هناكل فيه ازاي وازاي نحافظ على صحتنا، وكل واحد عنده مشاكل معينه ازاي يعدي في العيد ويتبسط وما يتضرش ان شاء الله، وكمان يخس لو هو يعني عايز يفقد وزن منه. تاني حاجه ان احنا نفكر في ثقافه او اللي بنسميها بروتوكولات المناسبات. يعني ايه؟ يعني لو انا ماشي على دايت مثلا معين، او دايت عشان لوزنج ويت افقد وزن، ولا انا عندي مثلا مشكله في الكلى، ولا انا ضغطي، ولا عندي سكر، ولا وعندي ايفنت دلوقتي مناسبه، المفروض ايه اللي يحصل عشان استمتع بالمناسبه اللي انا فيها وما اضرش صحتي؟ دي لازم نبقى عارفينها. يعني اي حد ماشي مع دكتور تغذيه لازم قبل ما يخلص الكورس بتاعه يبقى فهم هو المفروض يتعامل ازاي، لان ده بنتكلم بقى على ايه، لايف ستايل، نظام حياه نعيش بيها ان شاء الله على طول. وبعدين انا عندي هدف، جه عيد بقى ما جاش عيد، انا مالي، انا ليا بان انا لازم اخس عشان الايفنت اللي حضرتك بتتكلمي عليه مثلا. يعني طيب، يبقى هي ناس كده ما لاش، انا ماشي على سيستم معين وجاي عليا مناسبه لطيفه سعيده ان شاء الله، هو صح اعمل ايه؟ ان انا خلاص بقى ده يوم مناسبه واتبسط على الاخر واكل زي ما انا عايزه واضرب كل حاجه عرض الحائض واتبسط، ولا ان انا امشي في الحته الثانيه ان انا ابقى شطوره جدا وما اكلش اي حاجه ومعكش وبقى دبه والناس بتاكل فته وانا بشرب شوربه خضار وفراخ مسلوقه؟ اكيد الاثنين مش صح. طيب، ليه الاولاني مش صح وليه التاني مش صح؟ الاولاني مش صح لان انا بعد ما هاكل كتير جدا الفكره ان المتعه هتروح بالجهاز الهضمي اللي زي ما حضرتك قلتي تلبك وتبهدل من القنابل اللي عماله تدخل عليه دي كتيره 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 ورا بعضها. وانا هيجي لي احساس بالجلط، احساس بعذاب الضمير بعد العك الكتير ده، لان انا ما قدرتش اقاوم. لا بس واضح، لا معلش هقطعك، واضح ان الواحد ما عندوش ضمير. لا انا ببقى انا بهزر، بقولش حاجه تضحك، بقول لو احنا عندنا ضمير ما ناكلش كل يوم. يعني ده قطعا الضمير ملغي في الحتة دي خالص، انا بتكلم بجد حقيقي، فحضرتك تكلمي في حاجة تانية غير الضمير. لا يعني هو المفروض ان انا لما بيبقى عندي بلان معينة وانا في بالي ان انا اوصل للحاجة دي وجت اوبستكل قدامي، عائق معين وانا ما قدرتش اتخطاها وهي هزمتني، المفروض ان انا شوية بتضايق ان انا ما قدرتش اتغلب وليه ارادتي ما كانتش قوية. ودي حاجة لطيفة ان اللي ما عندوش يبتدي ينميها، يعني دي مرحلة المفروض ان عندي عليها فلوس. بعدين بقى افهمي الكلام ده. الحاجة التانية ان انا تبقى امشي مؤدبة جدا ومعكش ومكلش، مش صح برضو، لان الصح ان انا لازم اتبسط بالمناسبات دي علشان ده زي ما قلنا لايف ستايل، وده بيديني بوش ان انا اكمل في حاجات تانية. ولو بنتكلم سبيسيفيكلي في فكرة الحرق والتخسيس وكده، الانبساط بيعلي الحرق، الحاله النفسيه لطيفه، هنقول النهارده مفاجآت جديده كتيره جدا، حاجات بتعلي الحرق نعملها في المناسبات بتاعتنا. والله والله فلطيف ان احنا نستمتع وناكل، ما نبقاش كده يعني معدين الموضوع واحنا ما بناكلش حاجه خالص وحذرين وكده. طيب، اول حاجه لو هنتكلم في لحمه الخروف الاول وبعدين نقول ايه البروتوكول بتاع الايفنت اللي جاي عليا، لو انا هيجي لي مناسبه اعمل ايه علشان الدنيا ما تبص قبلها.
لحمه الخروف مش وحشه والله يا جماعه ولا حاجه، هي لطيفه جدا وفيها كذا حاجه كويسه. اول حاجه نسبه الكوليسترول اللي فيها مش عالي. احنا ليه بنخاف من اللحمه؟ بنام بنتكلم على عيد اللحمه، لان كتر اللحمه بيزود نسبه الكانسرز الاورام اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ولحمه فيها كوليسترول عالي حتى لو ما فيش عليها منبره دهن، اللحمه نفسها الغامقه الكوليسترول بتاعها عالي. الكوليسترول لما بيعلى بيزود اصابه امراض القلب وبيعمل سمنه، والسمنه بتزود نسبه السرطانات. طيب لحمه الخروف بقى فيها حاجه لطيفه جدا، اولا نسبه الكوليسترول اللي فيها اقل حاجه في كل انواع اللحوم، فدي حاجه كويسه قوي. لو انا هاكل القدر المعتدل، يعني لو انا حد ما عنديش اي مشاكل صحيه، لو اكلت حتتين لحم على قد كف ايدي اوكي، انا خدت نسبه الكوليسترول بتاعه النهارده اللي جسمي محتاجها وانا كده في السيف سايد. لو انا عندي مشكله او هاخد دهون من تاني في نفس اليوم، يبقى حته على قد ايديا من شويه، تبقى برده انا كده جوه السيف سايد بتاعي وما حصليش مشاكل. ايه الاحسن من كده في لحمه الخروف؟ في دلوقتي في العلم حاجه نازله جديده لطيفه بيعملوا عليها ابحاث وجايبه نتائج هايله، اسمها الكونجكت لينوليك اسيد. ده حمض كده جديد، لا ان هو بيعلي الحرق وبيمنع اصابه. كونجكت لينوليك اسيد يعني حمض لينوليك الازدواجي يعني. ده ماده كده جديده بقت تنزل في سبلمنت دلوقتي واقراص، دي لقوا ان هي بتعلي الحرق، بتقلل الاصابه بالاورام وبتعلي المناعه. جس وات، فين بقى دي؟ في لحمه الخروف. سبحان الله، يعني ربنا ادينا اللحمه اللي هي الكوليسترول فيها عالي شويه، بس حط معاها الحاجه اللي بتحرق اللي بتخليني ما بقاش قلقانه. دي تابلتس بقى ده موجوده جوه لحمه الخروف؟ هي بتتباع تابلتس، بتتباع سبلمنت كده، بتتباع موجوده في امريكا بره يعني. لسه في مصر ما عندناش الوعي بتاع الحاجات دي، بس هي موجوده يعني، لو حد بيسافر هيلاقيها بره وعلى الانترنت موجوده. دي موجوده جوه لحمه الخروف، فدي حاجه لطيفه جدا. ان هو اللحمه نفسها بيرسي لحمه الخروف مش مضره. الكوليسترول اللي فيها اول حاجه مش عالي، وفيها ماده لطيفه جدا بتعادل او بتوازن الضرر بتاع البروتين بتاع اللحمه اللي هو بيعلي الكوليسترول وبيجيب الامراض. لا ده هي دي بتقلل الكوليسترول وبتمنع الاصابه بالاورام. دي اول حاجه. طيب ممكن اقطعك هنا ونكمل بعديها عشان في تليفون؟ اكيد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك. عايز اسال الدكتوره ان الواحد عايز مشروبات اعشاب او حاجه في العيد، لان احنا في العيد انت 3 ايام العيد فيه لحمه وفيه اكل والواحد ما بينزلش وما بيخرجش. فمعلش يعني الدكتوره لو في حاجه اعشاب او حاجه تقولها. اوكي، في اي حاجه تانية؟ في اي سؤال تاني؟ شكرا، الف شكرا، وكل سنه وحضرتك طيب. اتفضلي حضرتك انك نرد عليه، بس بعد ما تخشي في اللي حضرتك كنت بتقوليه. حاضر. هو ده برضو اجابه الاستاذه الكريمه اللي اتصلت، داخل في البروتوكول بتاعي ان انا ازاي اعدي المناسبه بلطف وظرف وان الدنيا عندي ما تزيدش. هنقول النقطه بتاعتها عشان ابقى جاوبناها في وقتها. من الحاجات اللي في اسمها فات ميلتنج بقى، في حاجه دلوقتي علم جديد اللي هو مذيبات الدهون، ان انا ازاي لو انا دخلت وكلت مناسبه بقى وبوظت الدنيا، طب ايه اللي يخلي جسمي ما ياخدش الدهون دي وينزل منها قدر كبير من غير ما اخد سبلمنت؟ في قراص بتعمل كده، بس مش عايزين ادويه، عايزين نمشي طبيعي. ان انا اخد كوبايه شاي اخضر ولا نعناع ولا ينسون بعد الاكل على طول، بعد الوجبه على طول. لو خدت كوبايه حاجه دافيه زي بالظبط، انا لو جبت تيست عندي ان انا جبت شويه دهون وحطيت عليها بيبسي ولا ميه ولا حاجه ساقعه، هتزبط. حطيت عليها حاجه دافيه، الحاجه الساقعه هتخليها تنشف وتقعد كده والتانيه هتدوق. طب ايه ده هيفرق معايا في دي؟ نشفت دي فضلت قاعده جوه الجهاز الهضمي عمال يمتص منها ويشتغل معاها جدا، انما لما بقت سايله وطرطها في ساعتها خلاص الكونتاكت او الفتره اللي هي قعدت فيها جوه الجهاز الهضمي عشان هو يمتص منها ويخزن بقت قليله. فدي كويسه قوي ان احنا بعد الاكل ناخد دي. طيب علشان الناس نفيدها عموما في العيد، ولو انا هنسقط الكلام ده على اي مناسبه جايه عندي، نتعلم نعمل ايه علشان ما نتخنش. اول حاجه اللي هيقول تيه بالظبط ده، احنا طول السنه بنعك، فيعني يعني هو احنا سايبين الموضوع هي كده، ان بما اني انا ما اتفاجئتش ان بكره العيد ولا بكره رمضان، ده انا عارفه بقالي حبه كتير. طب ما ابقى كويس يعني، طب ما قبلها اللي عنده الضغط يظبط ضغطه ويروح للدكتور بتاعه ويمشي الدنيا تمام قبلها، اللي عنده السكر ما يخليش سكره 500 وجاي في العيد عايز ياكل كحك ولا عايز ياكل حاجه. يعني انا قبلها عارفه ان انا اليوم ده هتبسط وهاكل شويه، فمن قبلها اسبوع اسبوعين يعني نبقى كويسين كده وما نعذبش نفسنا، بس نبتدي ناخد بالنا ان انا داخله على ايفنت فاظبط نفسي، بالذات اللي عنده مشكله صحيه ضروري يظبطها ويروح للدكتور بتاعه. تاني حاجه، لو انا رايحه فرح بالليل ولا انا عندي ايفنت، في ناس تقوم ما تاكلش قبلها، ده انا رايحه ابهدل الدنيا هناك فما اتغداش او ما افطرش او ما اتعشاش اليوم، ده اكبر غلط بيحصل، لان انا لما سكيب امين لما اشيل وجبه حرق بتاعي يقل جدا وهاكل بجوع. صحيح. وانا باكل حاجه بحبها فادخل على البوفيه هاكل البني ادمين اللي قدامي يعني. صحيح. انما لما اكون شبعانه غصب عني مهما حاولت ازوق انا ببقى شبعانه، باكل بس عشان احس بطعم الحاجات اللي بحبها. يبقى اول حاجه ان احنا نظبط الدنيا قبلها، واللي عنده مشكله يروح لدكتور ويظبطها. تاني حاجه ان انا ابدا ما اوقعش وقت. طيب اليوم بتاع ال طب ممكن اخد التليفون؟ ممكن. لان في اولويات، التليفون اهم. الو
الو ايوه استاذه ألو؟ صفيه ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل ممكن توطي التلفزيون بس وكلمي حضرتك الدكتوره معاكي. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا حبيبتي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه. اتفضلي ربنا يخليكي. اتفضلي يا استاذه. معلش يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك، هو في قبل كده برنامج جه في التلفزيون قال ان انا لو اخذت ثوم عريق شربت فصوص ثوم عريق هو ده بيحرق الكوليسترول باقي اليوم. تمام ده اول سؤال. بعد اذن حضرتك اسال سؤال ثاني. اتفضلي. ده انا طولي 163 وزني 62 بس المشكله عندي في حاجه واحده بس، عندي ما شاء الله كرش ما شاء الله، ما اعرفش ده جاني ازاي مع ان انا محافظه على اكلي بس عايزه اشيله. هل فعلا الكريمات اللي هي بره دي بتاعت الاماكن الموضعيه دي بتشيل فعلا ولا مش بتشيل؟ هي عندك كام سنه؟ ده سؤال. انا 24. 24؟ اوكي طيب شكرا. ميرسي. شكرا خالص. سنة وانت طيبة يا صفية. هنرد عليها أول حاجة، التلات تومات على ريق بتحرق الدهون اللي في اليوم ده. التلات تومات ولا توم؟ أنا سمعت هنقول التوم عموما ونقول لو صح الجرعة المفروض تبقى ايه. التوم من الحاجات المفيدة جدا فعلا، بيقلل الكوليسترول دي حقيقة، وكمان بيمنع الإصابة، عامل زي مضاد حيوي كده، بيقلل الالتهابات اللي في الجسم، ومن الحاجات اللي قلنا عليها انت قبل كده الأنتي أوكسيدنت ومضادات العجز وتخلي الواحد ما يكبرش وكده. بس هي مش بتحرق الكوليسترول اللي أنا أكلته دلوقتي، هو بيشتغل على المخزون، فهو من الصحي إن أنا آخد تلات تومات في اليوم. بس هي ناس لما بتاخدها نية كده على ريق بتعمل جاستريك أبسات، يعني بتعمل التهابات شويه في المعده وبتخلي ممكن يبقى في ريحه مش لطيفه في النفس. ففي ابحاث اتعملت مؤخرا لقت ان هو لما يبقى مطبوخ او ني نفس النيوتريشنال، يعني نفس القيمه الغذائيه بتاعته مش بتتغير، بس انا بتخلص من الريحه اللي مش لطيفه بتاعته. فانا لو بسلق شوربه ولا بعمل اي حاجه وحطيت فيها ثلاث تومات وكلتهم مع الاكل ده كويس للناس اللي عندها كوليسترول، على اللونج ران هيبتدي يقلل الكوليسترول بتاعها فعلا. الحاجة الثانية فكرة الدهون بقى، ان هي صفية عندها صغننة لسه 24 سنة وعندها كرش. يعني بصي حبيبتي، لا وبعدين هي مع وزنها قد طولة يعني المفروض هو صحيح بيبقى اقل لازم الوزن شوية، لكن ما جرش حاجة ده يعني. بنقول ايه بقى دلوقتي، هي ليه الدهون بتبقى موجودة في مكان غير التاني؟ الخلايا الدهنية ليها حاجة اسمها افينيتي. يعني ايه افينيتي؟ يعني هي بتحب مكان عن التاني. لما بنيجي ناكل مش بتقوم متوزعه بالتناسق كده في الجسم كله، هي بتتركز في حته معينه عن بقيه الحته. طب ايه اللي بيحكم الافينيتي بتاعتها؟ يعني ايه اللي يحكم ان هي تتحط هنا وتتشال من هنا؟ هل الاكل يعمل او يمشي ده؟ لان بنسمع ساعات ناس في التلفزيون او على الانترنت تقول الاكل الفلاني يقلل من الكرش ويزود في الجناب ويتخن في الدراع والكلام ده. للاسف الكلام ده مش علمي خالص. اللي بيحكم بس ان الخلايا الدهنيه تتحط في مكان او تتشال منه الجينات بتاعتي، غالبا بتبقى ماشيه في العيله. فاحنا غالبا بنلاقي ان عيله لما بيتخانوا بيتخانوا من البطن او من الجناب او من الجزء ده، هي زي المغناطيس بتحب المكان ده. فكل ما هناكل هتتحط اول حاجه هنا، ولما نخس دي اخر مكان نسيبه. طب نعمل معاها ايه؟ سواء حد، عشان الكلام ينفع كل الناس، حد كان وزنه مظبوط ولا حد كان عنده وزن زياده. لو حد وزنه مظبوط كل ما نزلنا شويه عن الوزن، يعني هي دلوقتي في النورمال رينج بتاعها تمام في الوزن الطبيعي بس على العالي شويه، لو كسرنا 80 وقللنا شويه هي هتقل، بس النسبة هتفضل زي ما هي. يعني ايه؟ يعني انا بطني بدل مثلا ما كان محيط الوسط بتاعي 102 هيبقى مثلا 98، ومثلا لو صدري كان 80 هيبقى 60، فهتفضل النسبة برضو ان تحت اكتر من فوق بنسبة 2-1 مش هتتغير. بس مش هيبان الدفوق قوي. انا كل ما كلت زيادة كل ما تحت زاد عن فوق، فكل ما الكونتراست بينه. طب نعمل ايه بقى علشان خاطر نتعامل معاها؟ الطب تقدم جدا في الفترة الصغيرة دي في موضوع التعامل الموضعي مع السمنة. كنا زمان للأسف ما عندناش غير ناس يا جماعة دايت ورياضة وعمليات شفط دهون. لا دلوقتي الدنيا اتطورت كتير قوي قوي. أول حاجة الكريمات دي نونسنس، ولا بتعمل أي حاجة، فلوس بتترمي على الأرض، ملهاش أي فعالية وملهاش أي دور، والناس ما تسترخصش ثمنها، لان ده يعني انت بترمي. حتى لو الجهاز غالي بس ده افكتيف، لازم نتعلم فكره الكوست افكتيفنس. يعني ايه؟ يعني انا بدفع حاجه هل باخد منها خدمه ولا ما باخدش؟ في حاجه لو هي حتى رخيصه بس مش باخد قصادها حاجه يبقى ده سفه، انا برمي فلوس في الارض. بس لو حاجه غاليه بس انا بجيب منها افكت كويس، لا يبقى دي فعال. طب ايه التعامل الموضعي مع السمنه دلوقتي بقى فيه؟ في حاجه اسمها الميزوثيرابي، الحقن الموضعيه لازاله الدهون، وبعدين في حاجه اسمها الاجهزه الكتيره اللي ممكن نتكلم عنها ونقول ايه ينفع صفيه فيها، وبعدين عمليات اللايبوسكشن واللي دخل فيها تكنولوجي حديد وبقى ليزر وسمارت لايبوسكشن وكلام من ده. الميدوثيرابي دي بتنفع لكميات محدوده قوي، يعني حد عنده جزء معين غالبا ما تنفعش صفيه. فكره البطن والدهون الكتيره اللي فيها دي النتيجه فيها قليله. الميدوثيرابي بتبقى عايزه لغط
اذا حته صغيره قوي محدوده يجيب فيها افكت بس مش جزء كبير. لو انا عندي جزء كبير بتبقى الاجهزه. في جهاز كافيتيشنز او جهاز الليزر ده بيسيح الدهون الموضعيه اللي موجوده هنا، بتتعمل جلسه كل اسبوع بيتبص كمان عليها، وانت ممكن تعملي تيست لوحدك في البيت عشان نشوف كمان البطن مشكلتها دهون كتيره وعضل مرايح. طب هي تعرف منين عندها عضل مرايح ولا لا؟ تقف قدام المرايه ولابسه بادي تايت او من غير بادي وتقوم شافته بطنها وسايبه. لو لقينا في فرق ما بين الاثنين يبقى العضل عندي مرايح، ده فرق بس ان انا شديت عضله بتاعتي، انا ما حرقتش حاجه في الثانيه دي. فهي تشتغل هي تقوي العضل بتاعها بتمارين البطن بتاعتها، او في اجهزه بتشد العضل زائد الاجهزه بتاعت اللي هي اذابه الدهون الموضعيه، بنعمل الكلام ده. بترجع ولا ما بترجعش؟ لو انا محافظه على وزني مش هخس تاني وما عملش اي حاجه، بيفضل الوضع اللي انا وصلت له ثابت مش بيرجع. بس لو انا رجعت كلت تاني زي ما اتحطت هنا اول مره هترجع تتحط. طيب معانا ابتسام. الو. ايوه ايوه مدام ابتسام، السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. لو سمحتي عايزه اقول للدكتوره ان انا فجاه كده وزنت نفسي بالصدفه، لقيت نفسي 100 كيلو، فضلت اتجنب الدهون. سمعيني؟ سمعيني. فبصيت لقيت نفسي بخس، دلوقتي وصلت 75 كيلو ولسه عماله بنزل لوحدي من غير اي رجيم ومن غير اي حاجه. ايوه يعني تجنبتي الدهون ازاي؟ يعني عملتي ايه؟ قولي لنا. يعني باكل لحمه حمراء صغيره كده وما باكلش اي دهون حواليها في اي حاجه، حتى السمنه استبدلتها بالزيت، بالزيت اللي هو طيب. ما احنا بنعمل كده برضو بس بندخل. وانا بقى عماله بنزل وعملت تحليلات كتير، لما رحت لقيت نفسي عماله بنزل ومش عارفه اوقفه. عملوا لي وظائف كبد وعملوا لي تحليل غده درقيه وعملوا لي الحاجات دي كلها، وما زلت عماله بخس ومش عارفه اوقفه. يعني حاجة مش عايزه تخسي، عايزه تقفي بقى. انا عايزه اقف. بقى. طب بتاكلي نشويات؟ لان انا وقت خس خالص وجسمي رهرت. طب بتاكلي نشويات؟ باكل مكرونه ورز. طيب هي بس حضرتك عندك كام سنه؟ 60 سنه. واحنا طولنا قد ايه؟ 160 سنتي. حضرتك بتعاني من اي امراض مزمنه؟ لا، سكر، ضغط، مفاصل؟ الحمد لله. لا مفيش. طيب. الحمد لله. طيب طيب شكرا يا مدام ابتسام، وهترد عليك الدكتوره. مدام ابتسام دي ساين من عند ربنا، علشان كذا حاجه في الكلام اللي هتقوله ده مهم قوي ينبهنا. يعني اول حاجه انا فجاه لقيت وزني فوزنت على الميزان، فجاه لقيتني ما فجاه دي ما تنفع. يعني ما ينفعش افضل سايب نفسي لحد ما اقيس فجاه الاقي ان لا قدر الله جالي سكر، او ان انا وزني بقى كذا، او إن لا. لازم يا جماعه تاني وعاشر ومليون ثقافه الوقايه، لازم اتابع نفسي كل فتره عشان ما اتفاجئش بحاجه. يا دكتوره بس لا معلش بقى لو سمحتي، ما هو الواحد بيتخن فمخاصم الميزان يبص له كده من بطرف عينه. بس عارف ويمشي. لا بس عارف ان هو زاد، عارف بس مش فجاه لقيت نفسي 100 كيلو. دي صعب. عارفه فجاه زدت 5 كيلو ماشي، بس فجاه لقيت نفسي 100 كيلو لا. في فرق ان انا ابقى عارفه ان انا وزني مليان بس مش عايزه ابص، بس انا فروم ديب انسايد انا عارفه ان انا زايده، انا عارفه، بس غير ان انا ما بقاش عارفه فعلا، فمش بعمل اي حاجه وفجاه وقفت. انا فعلا ما اعرفش، هي مش بتضحك على نفسها، هي فعلا ما تعرفش. تمام. وفعلا فجاه وقفت على الميزان لقيت كده. لا لازم نتابع نفسنا كل فتره، لان انا بتعود على شكل نفسي، فكل فتره اشوف نفسي هدومي بدات اجيب مقاسات اوسع، اوزن كل فروم ناو انزل عشان اعرف الرينج اللي انا بقيت فيه. دي مهم. الحاجه الثانيه هو ازعجها من النزول ده، في ناس بينزلوا اكتر، بيقعدين ينزلوا اكتر من كده. 25 كيلو يعني مش كتير قوي ولا حاجه، بس هو ازعجها الرهرطه. يعني هي بتقولي انا جسمي رهرط فخلاص انا عايزه اوقف لحد كده. من الاول ما كانش صح ان انا اشيل الدهون من الاكل، دي دايتس قديمه قوي واثبتت فشلها، لان ربنا خلق الدهون دي لحكمه. يعني انا عندي فيتامينات مش بتمتص غير بالدهون، فيتامين A وD وE وK، يعني دول ما ينفعش ياخدهم الا اذا كنت باخد دهون في اكل. نضاره بشرتي وان انا جسمي ما يرهرطش وان انا ما يحصليش تجاعيد، ده مهم عشان الدهون. الميموري بتاعتي يعني القدره العقليه بتاعتي ان انا ما بقاش بنسى، والذاكره بتاعتي تبقى شغاله كويسه، دي شغاله بس بالدهون. يعني بس هي في دهون معينه الاوميجا 3 690 دي مجموعه معينه من الدهون، دي بس اللي بتخلي دماغي تشتغل بسرعه ولا تبقى سلاجش وبطيئه، واقعد عشان افتكر الحاجه عضلي قد كده عشان ارد ابقى كده عارفه كل حاجه تقيله وكاني بجيبها من ورا. بتشتغل بسرعه بالدهون. فزمان لما لقوا ان هم شالوا من الناس الدهون خالص لان الدهون الكالوريز فيها عاليه، فانا كده بمنطقين اقوم شايله الدهون من الاكل. طب ما انا احس كويس. هتحصل لي بقى هو اللي بنقول عليه ده، ان انا جسمي رهرت وان انا بقى مودي يبقى وحش وما بقاش عاجبني شكلي، مع ان اكشوالي المفروض انا بالنزول ده يبقى شكلي حلو وابقى مبسوطه، بقاش مبسوطه لان هي بتعمل ديبرشن. نقص الدهون يضايق الواحد. طب اللهم الواحد يعمل ايه؟ ما انت بتقولي يا ستي الدهون بتعلي الكوليسترول، ناخد دهون صحيه. يعني دايما بنقول ان انا في عندي من كل حاجه في بدائل صحيه وبدائل مش صحيه، فكان من الاول صح ان انا بشيل الباد فاتس وبحط الجود فاتس. ايه الجود فاتس او الدهون الصحيه؟ اللي هي اللي هي انواع الاوميجا عندنا، اللي هي موجوده في زيت الزيتون، موجوده في انواع معينه من السمك،
رنجة والتونة والمكاريل والسالمون ده فيهم دهون كويسة صحية، أو شوية مكسرات ناخدها فيها دهون كويسة. فأنا المفروض أكون حريصة من الأول أن أنا باخد أتليست معلقتين ثلاثة زيت زيتون في اليوم، أبقى محافظة على مستوى الدهون عندي ما قلتش. دي أول حاجة ضروري نبقى متابعين مع دكتور تغذية. ما بقتش الدنيا قلة أكل، يعني ما بقاش الواحد دلوقتي يعرف يقول ما تاكلش او ما خس، لا ما هياش كده، ده علم وفي حاجات كتير قوي، فمحتاجة اتابع مع دكتور تغذيه. والدكتور الحقيقه ممكن يوصلك انك تاكلي وبتخسي برضه، ده اللي كل الناس بتقوله. يعني كل الناس ما بتجينا العيادات دلوقتي من كتر ما لقوا ان الدايت فيها اكل وحلو وطعمه لطيف، يقولك الله طب ده انت بتاكليني اكتر ما كنت انا باكل قبل كده وجسمي بيخس وصحتي كويسه. هو ده العلم بقى، يعني هو مش الشطاره ان انا امنع الاكل واقول ما تاكلش. حتى لما يجي حد قال له طب انا كنت اقدر اقول لك ما تاكلش، بس انا كاتب الاكل ده عشان عايزين ناكل الاكل ده، فانا اللي ازعجني رهرات جسمي. فاحنا عايزين نرجع نعمل رياضه تاني، ورياضه يست كل من اللي هي بتعمل ويت بيرنج، يعني من الرياضه اللي انا بشيل فيها علشان اكون عضل. العضل هتعالج شويه الرهرات اللي حصلت لك دي، هتشد جلدك وهتقلك على الميزان، فهتوقف شويه موضوع النزول، بس مش هترجعنا للوزن تاني. الخوف من الناس اللي في المرحله دي زي ما ده ابتسام ان هي ترجع تاكل بقى، يعني هي خلاص مش عايزه جسمها يخس فترجع تاكل، ترجع تحط دهون في اكلها تاني، ولا تاكل حاجات حلوه كتير علشان ترجع فنقوم نطين، فما تبقاش هي عارفه. انت بس محتاجه زياره دكتور تغذيه قريب منك، يقعد يراجع معاك المنيو اللي انت ماشي عليه بتاع اكلك، ويعملك شويه موديفيكيشنز بحيث يطمن ان كل الاحتياجات بتاعتك في الفتره دي من عمرك، سواء البيريد بتيجي ولا قطعت، انا التاريخ الوراثي في العيله بتاعتي اخبارها ايه، العيله بتاعتي مستوى الرياضه عندي عامل ايه، نقعد نظبط منيو كده يناسبنا، ونلعب شويه رياضه من اللي بتشد عضل، لان انا في سن 60 كمان محتاجه بنخاف من الهشاش. فانا لما بعمل الويت بيرنج او التمارين اللي بتشد العضل بتعمل مقاومه للعضل دي، بتحط كالسيوم جوه العضل فبتمنع الهشاش، فانا محتاجاها علشان الكالسيوم عايزاه دلوقتي يبقى كتير شويه، وعلشان هتخنك شويه العضل لما يكون عندنا هبقى تخين، ومش هبقى قلقانه لو انا تخنت عضل وجسمي مش هيرهرط. طبعا بالظبط فاضل نص دقيقه سؤال خلصة الحلقة. آخر حاجة أقول بسرعة يعني المنيو بسرعة بتاع العيد عشان خاطر الناس ما تتخنش، قلنا أول حاجة ضروري نفطر قبل الأكل بنص ساعة، أكل تفاحية أو شوية جبنة فيها حاجة اسمها بايروفيت بتعلي الحرق خالص جدا، وبعدين ناكل بقى، هناكل لحمة مشوية وفتة وناكل زي ما احنا عايزين، وبعدها ناخد كوباية شاي الأخضر ولا النعناع عشان خاطر بتسيح الدهون، بالليل شوفان باللبن عشان الشوفان بيعمل زي جلو مغناطيسي وماصص كده الكوليسترول والدهون اللي خدناه، ويقوم رميها في الشارع، ومعاها شوية لبن منزوع دسم عشان الحموضة بتاعت الجهاز الهضمي، تشغل الكاسة ونور. أصل الحاجات اللي بتعلي الحرق جدا المزيكا، آخر بحث معمول في شيكاغو في أمريكا إن المزيكا الناس لما تسمع مزيكا حرقها بيعلى، فأنا لما أشغل مزيكا لطيفة في العيد وأقوم كمان أرقص شوية بيعلي جدا المود بتاعي، بيخليني مبسوطة ويعلي الحرق جدا، والعيد يعدي زي الفل وما نتخنش. وتاني يوم نفطر كويس ونتغدى ونتعشى كويس. لو ما قدرناش نعمل الكلام ده وعكينا، ثلاث حاجات تاني يوم نعملهم بسرعة. أول حاجة ملومش نفسي، خلاص اليوم عدى واتبسط، واكتب بسرعة الغلطات اللي أنا خليتني ما انتجمش بالنظام عشان ما أعملهاش تاني. بس كده دكتورة مرسي، ربنا يخليكي وكل سنة وحضرتك طيبة. واحنا اسفين لازم نختم بسرعة علشان الأذان. بنشكرك كل سنة وحضرتك طيبة، وأيضا عيد سعيد عليك إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وعرفتوا إرشادات طبعا الدكتورة أفادتنا بيها، وياريت نمشي عليها على الله. هنشوف بعد العيد نشوف وصلنا لإيه. بشكركم، وتابعونا غدا وإن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.